انا واحد صاحبي قال لي ان المكان ده عامل عرض نص فرخه شوايه وجبه شاورما عربي كبير وفته وكل ده ب 35 جنيه بس هتزود عليه 200. بص يا معمر، بقلب على النت لقيت العرض ده، تعال نشوف اللي في الصوره ده هو اللي بيطلع في الحقيقه ولا لا. رحنا بقى على الاصل الشامي اللي في كليوباترا واخدنا منه الاوردر وطلعنا على البحر عشان نجربه. احنا جبنا بقى من عندهم 3 عروض، عرض اسمه الجامد 1، الجامد 2 واللم. قالوا بقى نشوف العروض اللي هم عاملينها دي هي اللي بتطلع في الطبيعه ولا لا. انا نبدا اول حاجه بالعرض ده، والعرض ده احنا اخترناه شويه. عرض ايه اصلا؟ اساس في حاجات ياما قوي جاي معاها. ايه؟ توميه سبايسي، توميه برضو سبايسي، مخلي، توميه عاديه تانية، معالق بقى كتير، 3 معالق، والوجبه دي كلها ده تقريبا اللي هو الفرق. عرض ايه بقى ده؟ انا حاسسها وليمه. ايه كل ده؟ ايه ده العرض فرق. ده بقى عرض الفرخه شوال اللي هو جامد واحد، وده سعره 270 بدل 340. بقى كده المفروض ان هو عرض الفرخه بيبقى عباره عن فرخه معاها رز وبطاطس، ميه سبايسي، طوميه عاديه ومخلل وعيش. هو زي اللي في الصوره بالظبط. ده بقى شكل فرخه كامله شوابي ومنفوش من تحتها رز وبطاطس. عامه شكلها خطير، باين عليها ان تتبيلتها قويه. ده بقى شكل الوجبه في الطبيعه وشكلها في الاعلان. والعيش ده بقى طبعا انتوا عارفين هيحصل في ايه، ما يتسابش كده. ده بقى كده اول حاجه بالرز، تتبيله رز خفيفه حلوه. احنا ندخل بقى على الاهم، وهو الفرخه العملاقه دي. تسويه الفرخه حلوه، نظيفه وبيضه ومستويه من جوه، باين عليها كمان ان التتبيله بتاعتها قويه. عامه الفرخه دي كبيره قوي تكفي عيله تقريبا. بص احنا هناخد الورك ده. بصوا بقى احنا خدنا حته من الورك الدبوسه وتاكلها كلها. تتبيله الفراخ دي بجد على 100. تسويتها حلوه، الفراخ الشوايه دي الصراحه عجبتني. انا شايف الصراحه ان العرض ده جامد قوي. طلبها بالتوميه، خلق الفراخ بالتوميه كده. انا بالنسبه لي عامه اي اكل سوري لازم يبقى معاه توميه. علقه رز، حته فراخ، توميه بقى سبايسي. التوميه السبايسي حاسس التوم فيها زياده شويه. الرز حلو اصلا، العيش ده ما يتسابش كده. ده العرض بقى هو اصغر من اللي قبله. تعال نشوف كده بقى ايه ده عرض ايه. تقريبا اصغر عرض احنا جايبينه اللي هو عرض الجامد 2، ده بيبقى عباره عن نص ماريه واثنين كريسبي ومعاه بطاطس وتوميه. تعال نشوف بقى هيجي ايه. نبدا اول حاجه بالكولسلو. الكولسلو دي احنا اللي مزودينها عادي. الكولسلو دي احنا اللي مزودينها، مش موجوده مع اي عرض. نبدا بالعرض نشوف زي اللي في الصوره ولا لا. العرض ده بقى فيه الاثنين كريسبي والاثنين ماريه، تحتيهم الرز، كميه رز كبيره جدا، بالتاني بطاطس، توميه سبايسي وتوميه عاديه. لسه متحمسين شويه. ده بقى كده شكل العرض في الطبيعه، وده شكله في الاعلان. حاجه ما كنتش اتوقعها للنفس اللي في الاعلان يجي في الطبيعه. باختلاف بس رصه الوجبه طبعا، مش هرص كل الاوردر قبل ما يطلع. انا شايف ان الماريه دي مليانه قوي، كميه الفراخ اللي فيها كتير قوي. بجد دي من احلى الماريه اللي جربتها في المطاعم السوري اللي في اسكندريه. الشاورما دي تحفه، بالاثنين توميه السبايسي والعاديه طلعها كده بالشكل ده. الماريه بجد حلوه قوي. البريدنج بتاع الاستريبس خفيف ولونها ابيض مش جولد، يعني انا كده نزلت ابيض ونيل. الاستريبس عامه تدريتها حلوه وهاديه كده مش اوفر. ده بقى اخر عرض هو عرض اللمه، وده بقى الصراحه اللي انا شاكك ازاي هيجي على الطبيعه. العرض ما فيها حاجات ياما قوي، العيش، الفته، الشاورما العربي، توميه سبايسي نص فرخ. تعالوا نبدا اول حاجه بالفته زي اللي في الصوره ولا لا. شكلها تحفه. الفته زي اللي في الصوره، بس اكبر من اللي في الصوره. ده بقى شكل الفته في الطبيعه، وده شكلها في الاعلان. عامه هي شكلها الطبيعه اصلا احلى من الاعلان. شكل الشاورما خطير الصراحه. تتبيلة الشاورما الصراحه دي عجباني، معلقه مع رز وعيش وتوميه وشاورما فراخ حلوه. عامه الشاورما بتاعتهم عجباني، بتبقى تتبيلتها قويه كده وطعم الفراخ فيها حلوه. نص فرخه. عباره عن نص فرخه، نص فرخه عملاقه ورز كتير 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 وبطاطس. النص فرخه دي اللي احنا لسه مجربينها في الفرخه. طبعا مش هنجرب الفرخه عشان جربناها في اول عرض. المفروض ان هي الشاورما العربي اللي في الصوره 2 4 6، المفروض فيها 6 قطع شاورما، 1 2 3 4 5 6. هنا بطاطس، ميه سبايسي، توميه عاديه، بس هنا زياده مخلل مكانه الشاورما. الشاورما مليانه والعيش بتاعها متحمص، ودي حاجه انا بحبها قوي. عامه الشاورما مظبوطه قوي. بحب عامه التوميه، مع التوميه بقى حاجه ثانيه. بس كده يا جماعه دي كانت تجربتنا في اصل الشام، ونفس اللي بيقدمه في الاعلان هو اللي بيقدمه في الطبيعه. استناكم بقى تجربوه. كان معاكم جون ناصر، سلام.